أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة وقوة الإرادة تتخطى أي أعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن مهما واجهوا من صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على الحياة، قادرين على تخطي أي إعاقة بقوة إرادتهم وعزيمتهم. بيخرجوا للحياة وبيعيشوا حياتهم، ممكن تكون بشكل مختلف لكنهم بيقدروا يتخطوا كل إعاقة ويتجاوزوا كل صعب.